اليوم يوم تحسيسي مع الإخوان المصورين مع الفيدرالية ديال المصورين، على أساس أن احنا ماضيين في هيكلة قطاع بقطاع، وهذا يوم هذا القطاع، وهذا القطاع تهيكل قبل من اليوم، غير اليوم لقاء تحسيسي. وكتعرف هاد بالنسبة للمهنيين وجميع القطاعات التجارية والصناعة، خص اللقاءات تكون مستمرة على القطاع والحلول لمشاكل القطاع وفاش كيتخبط القطاع والمشاكل ديالو مع جميع القطاعات الضريبي والجمارك والعملات والبلديات، المشاكل اللي عندهم كلها احنا كنحاولوا نحلوا مع المشاكل ونساعدوهم. وان شاء الله الغرف ماضيين في هذه الخطه في هذه الولايه الجديده باش يحاولوا يزيدوا بالاقتصاد ديالنا وبالمكانه ديالنا في العالم. ان ما كاين حتى دوله اللي كتقدم بلا هيكله القطاعات التجاريه والصناعيه والخدمات، وحنا ماضيين في هذا الشيء. وان شاء الله اننا غادي نحققوا ما كيتمناو المنتسبين ديالنا ان شاء الله عليهم، وكنتمناو الله ان شاء الله ان نستمروا وحتى هما يستمروا يصبروا. ان الصبر ضروري في الحياه. شكرا. اليوم الجمعيه المغربيه لمهني قطاع التصوير والفيدراليه كينظموا واحد اللقاء تواصلي مع مصورين ديال الجهه ديال الرباط سلا قنيطره. الهدف من هذا اللقاء هو توعيه المصورين والتواصل مع بعض الجهات كالاداره العامه للامن الوطني ومديريه الضرائب والغرفه ودار المقاول وعده جهات اللي غادي تحاول تعقد اليوم واحد لقاء تواصل مع المصورين، ونحاولوا كاملين في هذه الجهه الرباط ان المصور ان قطاع التصوير نهضوا به. وشكرا. في الحقيقه هذا الصحوه اللي كيعرفها ميدان او القطاع ككل في ديال التصوير في بلادنا، كنعرف واحد الصحوه كبيره وعامه في جميع تراب المملكه المغربيه. وحنا كجمعيه ديالنا اللي في الجهه الرباط سلا القنيطره كتنظم عده لقاءات وعده لقاءات تواصليه وتحسيسيه كتهم المصورين المهنيين ديالها اللي تابعين ليها. ولهذا اليوم هذا اللقاء ربما نقدر نقول لك واحد اللقاء 70 اللي كتنظموا هذه الجمعيه، هذا كنحاولوا ناثروا المنخرطين ديالنا. لهذا ارتئينا ان نستضيفوا معنا واحد مجموعه ديال المؤسسات ديال الدوله، معنا المديريه العامه للامن الوطني، معنا المديريه ديال الضرائب والجمارك، معنا دار المقاول. هادو كاملين غادي نشوفوا كيفاش الصيغه وكيفاش نكون واحد الشراكه ما بيننا وبين هذه المؤسسات هذا في سبيل تطوير القطاع والنهوض بالمهني ككل. اليوم كنحضروا هذا اللقاء اللي نظموا الاخوان ديال الجمعيه المغربيه لمهني قطاع التصوير بشراكه واتفاق مع الفيدراليه المغربيه الوطنيه حتى هي كذلك المهنيه قطاع التصوير. وهنا حضروا لنا واحد المجموعه ديال الفاعلين، بعد مجموعه ديال الاجهزه اللي ممكن نتعاملوا معاهم باش نستافدوا شويه منهم. المقاول الذاتي بالنسبه للاخوان ديالنا، لان الجمعيه ديالنا كتظن في العناصر ديالها المكونات ديالها كاين اصحاب المختبرات وكاين اصحاب استوديوات وكاين المستخدمين وكاين المصور الحر. فالمصور الحر هذه فرصه ليه باش ياخذ فكره على المقاوله الذاتيه، المقاول الذاتي. فجبنا لهم الناس ديال المقاول الذاتي، جابوا لهم الاخوان الناس ديال المقاول الذاتي. وكاين واحد الجديد هو انه البطاقه الوطنيه الجديده اللي تقريبا بدا العمل بها، فالناس من المديريه العامه ديال الامن الوطني فهم جاوا يشرحوا للاخوان التفاصيل ديالها الجديده باش يعرفوا ما لهم وعليهم والشكل ديال الصوره اللي خصهم ياخذوا. عندنا كذلك لقاء هنايا مع مديريه الضرائب، تما كذلك في اطار هذا المخاض اللي كاين اللي تنعيشوه مؤخرا، سوء الفهم اللي وقع مع الناس ديال الضرائب، فجاو يشرحوا تما كذلك الرؤيه ديالهم ويستافدوا الاخوان. وهذا ما كاين. وشكرا. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.